بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد ما شفنا أوامر الـ SQL وقلنا إن الـ Orient Database بتشتغل بأوامر الـ SQL وشفنا هي بتسبورت زي الـ SQL وشفنا الـ Insert والـ Update والـ Delete والـ Select وكل الأوامر الأساسية للتعامل مع قواعد البيانات. وقلنا برضو في المقدمة بتاعتنا إن الـ Orient Database بتدعم الـ RESTful API، يعني تقدر تتعامل مع كل الأوامر اللي انت عملتها بالانسيرت وبالابديت وبالديليت وبالسيلكت وكل الكلام ده كله والكرييت والالتر والدروب والكلام ده كله، هو نقدر نتعامل معاه كريستفول اي بي اي، بيلت ان ريستفول اي بي اي. بما اننا يعني الناس شافت الفاير بيز مثلا، فالفاير بيز بتديك اي بي اي مباشره للبيانات، وكذلك الاورينت داتابيز. الفرق ان الاورينت داتابيز هنا شغاله معانا على الجهاز وبتشتغل كده وبتشتغل كده، الثانيه ما بتشتغلش كده وبتشتغل كده، بتشتغل حاجه واحده. لكن انا لو جينا فتحنا مثلا البوستمان عشان نتست الاي بي ايز ونشوف هنقدر نتعامل مع الداتابيز بتاعتنا الاورينت داتابيز من خلال الريستفول اي بي اي ولا لا. طبعا لازم يكون قومنا طبعا السيرفر بتاعنا خلاص، والدنيا قايمه هي على الاستوديو والاورينت ستوديو. وبعد كده رحنا قلنا بسم الله احنا هنعمل فولد كولكشن جديد اسميه اورينت دي بي، وهم جاي كده عامل نيو ريكوست هسميه مثلا. اول حاجه هقول له انا عايز بس اكونكت تو الاورينت دي بي سيرفر، تمام، واحطها جوه الاورينت دي بي كولكشن. تمام، اول حاجه جت انا عايز اعمل الكونكشن بس، تيست للكونكشن. عشان تعمل تيست للكونكشن احنا بنشتغل على لوكال هوست. تمام، انا بس هختار كده اتش تي بي لوكال هوست، والبورت بتاعنا طبعا اللي هو 2480 زي نفس البورت اللي قايمه عليه اللي قايم عليه السيرفر بتاعنا اللي هو 2480، واللي هتلاقيه برضو عندك هنا في السي ام دي في الكونسول بتاعتنا. فين انا مش شايف النظر بقى، لكن هو المفروض قدامنا دلوقتي بس انا اللي مش شايف. طيب عاوز اشتريش بصراحه يا جماعه، ماشي انا مش شايفه كويس، هو اكيد قدامي. الكونسول طبعا بتبقى مش مريحه للعين، ولذلك يعني ماشي خلاص. يعني هو هتلاقيه هنا برضو البورت هنا هتلاقيه موجود. استوديو جت قدام عينيا اهو، لقيته بالصدفه كده اهو. تمام، ادي البورت اللي هو 2480. ماشي اوكي مفيش مشكله، سيب هنا اللي شغال. وانا هنا عايز اجي من هنا، جيت قلت لوكال هوست على 2480. بعد كده بقول له كونكت، وبعد كونكت ممكن اكتب اسم الداتابيز بتاعتي. احنا بنيجي بنعمل كونكت هنا، لو تلاحظوا هنا في الاستوديو كنا بنكتب يوزر نيم والباسورد ونختار الداتابيز بتاعتنا. كان عندنا مثلا باي دي بي مثلا، يبقى انا لو جيت كتبت قلت له عايز اكونكت على باي دي بي، ناقصني ايه؟ ناقصني ان انا لازم اكتب اليوزر نيم والباسورد زي ما كنا بنكتب هنا. احنا كنا مثلا عندنا روت والباس مثلا، طب ابعتهم ازاي هنا وانا بتست من البوست مان؟ في الاوثرايزيشن انا هخش على التايب اقول له انا هعمل بيزك اوثرايزيشن، واكتب الروت واكتب هنا الايه؟ واكتب هنا الباسورد بتاع اللي هو باس، يبقى ده الروت وادي الباس كده، ده بيزك اوثرايزيشن. طبعا هيتحول ويتشفر ويتبعت مع الهيدرز مش قضيتي، لكن انا عايز اقول ان انا عملت كده نفس الكلام، قلت انا عايز اكونكت على الداتابيز ديت باليوزر نيم والباسورد دولت وعلى البورت ده واللوكال هوست ده، ما ادوس سند. طالما بعت لي كده 404 وكتب لي اوكي يبقى السيرفر سكسسفول ايه بروسيسد او بروسيسد، يعني اتعالج وعمل يعني عالج الريكوست، بس ما فيش ريتيرن الداتا، بس هو كده اشتغل. تمام، هو كده ايه اشتغل. دي كان ازاي كونكت بس على ايه، على السيرفر بتاعي. طيب في برضو حاجه ثانيه، لو انا عايز اجيب معلومات دي اول واحده خلاص، دي كده اللي هي كونكت، ممكن اعمل ريكوست جديد وما قايل له انا عايز مثلا ايه اجيت سيرفر انفو على اورينت وبرده لوكال هوست. قلت لنا حاجه كده من لسه من عليها شغل خلاص، شكرا. مثلا ادي ايه لوكال هوست 2480 كلاس، لا مش عايزين كلاس احنا عايزين سيرفر صح. فانا هو معايا يكتب له ايه بعد اللوكال هوست 2480 هكتب بس سيرفر. تمام، وهو جيت وطبعا لازم ابعت طبعا اللي هي البيزك اوثنتيكيشن وادوس سند. لاحظوا بقى هنا قال لي كونكشن اي دي
واداني الريموت ادرس اللي بيكونكت عليه، واداني الداتابيز اليوزر مش عارف ايه ده ده حاجات بقى، معلومات كلها عن السيرفر والداتابيز اللي موجوده والاستورج. قال لي في داتابيز اسمها ديمو دي بي، في او سيستم، في نيو دي بي، في باي دي بي، في بروبرتيز مش عارف ايه، في جلوبال بروبرتيز، وفي وبقى اداني يعني ايه تاخدين بالكم، اداني معلومات عامه عن السيرفر وما يحتويه، وطبعا دي ما بتظهرش غير للبرميشنز العاليه يعني. طيب ده كان كده بس اكونكت واجيب الانفورميشن او سيرفر انفورميشن.